لا إله إلا الله. شكراً للفريقين، ما قصروا، أبدعوا وتألقوا. الوقت كلهم خسروا صفر. تمام؟ عطني بالله دقة القلب. أيوة مظبوط يا أحمد. الشكل الفريقين بطل، الطعم ممتاز، بس في بعض الشباب له كل واحد له وجهة نظر. صح. في ناس قيموا هنا وفي ناس قيموا هنا. صح. وكذلك المقدمين اللي هو عبد الله الزميلي ومفلح المشعلي، وتقييم الإعداد ما قصروا، عطوهم على الشكل والنظافة 10/10. شكرا لك استاذ عبد الرحمن السالم، انت وفريق الاعداد اللي معك. يلا بيض الله وجيهم، الله يجزاهم خير. تقييم الجمهور، فريق ريان ابو حذره وتركي وفريق مناحي وفلاح، الفرق بينهم تقريبا 21%. الفرق بينهم 21%، ولكن الفايز هنا في ناس قيموا لفلاح ومناحي، وفي ناس قيموا الريان وتركي، وجمعنا الدرجات وطلعوا الفريق الفايز. الفريق الفايز بألف نقطة. بألف نقطة أقول أنا. بعلمك بس باقي. لا والله ماني قايل عشان لا باقي واحد عشان ما يشرون علي الشباب. لا 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 ما حد يزعل عليك مرة. شوف باقي واحد، وش هو؟ تدري من هو؟ باقي 100 نقطة من نصيب من؟ من نصيب هذا بقوله أنا، هذا أنا بقوله. مين؟ بعلمك. مين هذه؟ مين هذه؟ 100 نقطة من نصيبك يا أنا بعلن أنا وأنت أعلن. 1100 نقطة. من توقعون؟ من توقعون؟ تركي. من توقعون؟ فلاح. الله يعزهم. طيب 100 نقطة نذكر مشاهدينا، والله يا مفلح اني احبهم كلهم. بوقف الايتام والفقراء في البلد الحرام، الله يجزاكم خير. ارقام التواصل وارقام الحساب البنكي طال عندكم امام الشاشة. تبرعوا، الرواتب نازلة عشان الله يبارك في راتبك وفي مالك وفي عيالك وفي رزقك. تبرع، أخذ من راتبك طال عمرك لو مبلغ بسيط، لو ريال، لو 100 ريال، لو 50، لو 10 ريال، ما عندك مشكلة. أهم شيء النية بس عشان الله يبارك في مالك بإذن الله تعالى. عسى الله يوفقنا وياكم الحظ الطيب. أرقام التواصل الأوقاف، الوقف طال عندكم على الشاشة، وهو وقف الأيتام والفقراء في أطهر بقاع الأرض في مكة المكرمة. توقع أكثر من كذا ما فيه ولا لا يا استاذ عبد الله. الله الله. طيب ألف مبروك. ألف مبروك. الآن 100 نقطة راحت لمناحي، و100 نقطة لريان، و100 نقطة الفلاح. فلاح. هارد لك يا تركي سبيعي. ولكن بس دقيقة دقيقة بالله يا جماعة، لا أحد يقوم، لا أحد يقوم، اللي فاز لا أحد يقوم ولا أحد يعصب، ترى هذه فوز وناس وحمد. الفريقين متساويين. الفريقين متساوين. ألف مبروك لهم. حنا نعدلكم. كلها بيض الله وجهك يا ريان، بيض الله وجهكم يا شباب جميعا. لكل متسابق حصل يا جمهورنا الغالي على وين الكاميرا يا مخرج؟ ويني؟ هنا 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 إلا هي هذه. حصل على 303، كلهم حصلوا على 433 نقطة. 433 نقطة لكل متسابق ما عدا تركي السبيعي، حصل على 333 نقطة. كلهم كل واحد حصل على 433 ما عدا تركي 333، لأن الشباب قبل جاهم 100. وأبشر بالعوض يا تركي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، بيض الله وجيكم، نراكم ان شاء الله بكره. بتكون معنا بكره ولا؟ وان شاء الله ان شاء الله ما ندري. الله يعافيك. سم 1000 تاكسي مربع 200 رقم شيء. لا على الوقت نسيت، انت اخرتنا في الوقت، راحت علينا 500. لا 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 عفوا عفوا، لحظه. انا حسبت على حسب الثلاثه يا اخوي، لي يومين وحسب حسب الثلاثه. لا لا صادق، كل واحد 250 نقطه. اسف، بيض الله وجهك يا ريان. تستاهل كل واحد. لحظه تستاهل.
كل واحد لحظة دقيقة. كل واحد 350 نقطة مع المية، ما عدا تركي سبيعي 250. تمام؟ كل واحد 350 نقطة. حلو. بيض الله وجيكم جميعا، بيض الله وجهك يا ريان. شباب بس اعترفوا، ريان هو أشرف على طبختكم. لا يا رجال، ريان هو اللي أخرنا، أنا سلمين منك، أنا في الأحلى. صحيح، احنا عندنا بطيخة. إيش رأيك يا ريان؟ والله عاد هو اللي مضبطها. ريان مايكك افتح. اسمع أول شيء بيض الله وجه الجمهور، والشيء الثاني بيض الله وجه الشيف. غني. والله رأيك سوريا. الله يطول أبو داود. المتابعين يحبونهم. مفلح، أنا ما يحتاج أسلم. أنت شايف. أقول بيض الله وجيكم جميعا. والله ما قصرتوا. كل متسابق يا مشاهدينا الكرام حصل على 350 نقطة. فلاح العاصمي 350، مناحي الرجباني 350، ريان أبو حثرة 350، ترك السبيعي 250 نقطة. ألف مبروك لهم. نراكم مشاهدينا الكرام بكرة بتمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت غرينتش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله زميلي بتكون معي بكرة، بتروح الحائل؟ مرحبا ومسهلا، الله يحييك. هم الله يرضى. ودي أعرف اللي ماخذ كتابي من هو. جداري والله. والله نداري إن طبختكم. الله ما في أي بخاري في الموضوع، لكن الحمد لله على كل حال. العموم بيض الله وجهك. وجهك أبيض. قلت ما ابغى حمام بخاري. قال دم للحين. حمام بخار قصدك؟ حمام بخاري. مو بخار. بخار. بخاري. حمام بخار. ايوه. بالله. تعال. بعدين راح للحلاق وقال سوي لي حمام بخاري. الكلمة صح ولا غلط؟ غلط. توك توك زين. ليش ضحكت؟ ليش ايوه حمام بخار. ليش من صح بخاري وقال المسال متحمس، رحت قلت له اسوي حمام بخاري. طيب اقول انا قلت كذا. يلا وش سوى لك؟ طيب سوى لك بخار.